لو الحكاية فيها إن فيديو. أحمد الجارب مدرس لغة فرنسية وبحث تاريخي، تكلم اليوم عن جائحة كورونا المنتشرة في العالم، وأن هذه الظاهرة ليست الظاهرة الأولى في تاريخ الأمراض والأوبئة في مصر، فقد اجتاح العالم كثير من الأوبئة والأمراض، وبالأخص مرض الطاعون ومرض الجدري والعمى. وقد أرخ كثير من الكتب في المصادر عن هذه الأمراض. هتكلم عن جزئية الطاعون في مصر. اجتاحت طاعون مصر عن طريق السفن القادمة من أستانا وأزمير بتركيا. أرخ فولني سنة 1785 كتابه ثلاثة أعوام في مصر وبر الشام، ترجمة أدور البستاني، وتحدث عن ثلاث أمراض هامة عانى منها المجتمع المصري: العمى والجدري الطاعون. في كتاب آخر اللي هو الصفة الطبية والسياسية والصحية في الأمراض المعدية والوبائية والفوائد العلاجية الضرورية لحفظ الصحة البشرية والحيوانية، الدكتور محمد صفت مفتش الطب البيطري. وبعد ذلك تكلم وتحدث كلود بيك عن كثير من الأمراض مثل الدسنتاريا، مرض الاستسقاء بالهاليسيف، وكيفية علاجه. كان يتم العلاج عن طريق الكي أو الحجامة أو استخدام الطب الأعشاب البلدي. طيب، في دفاتر اسمها سجلات المواليد والوفيات، تحدثت المواليد والوفيات عن الأمراض وسبب الوفاة، وكانت هذه السجلات موجودة في دفتر خانة التي تحولت إلى دار المحفوظات العمومية. وكان أشهر الأمراض في تلك الفترة وهو مرض الطاعون ومرض الملاريا والجدري. وكان محمد علي يعني يصدر أوامره لكل أهل المشايخ القرى بردم البرك للحفاظ على الأهل. طيب، في حاجة ثانية اللي هو في حاجات تتعلق حتى الفن كان ارتبط بالأمراض عن طريق كتاب مثل أيام طه حسين، كتاب قصيدة نازك الملائكة التي تحدثت عن مرض الكوليرا سنة 1947، رواية الحرافيش الخاصة بنجيب محفوظ تحدثت أيضا عن الكوليرا. في حتى الأدب العالمي تحدث عن الأوبئة والأمراض، وكان أشهرها الطاعون لابست الأربير كامي، موت في البندقية، والذي تحدث عن مرض الكوليرا الكاتب الألماني توماس مان سنة 1922. في رواية ثانية اسمها العمى جوزيف سارماغو. في كتاب اسمه الليالي المتوحشة تحدث عن مرض الإيدز اسمه، وكان الكاتب سيريال كولار. ويعني الأوبئة والأمراض ليس جديدة على المجتمع، ولا بد من استخدام يعني أشياء جديدة عن أشياء عن يعني مقاومة الأمراض المنتشرة في المجتمع، وليس يعني بالنظافة والتعقيم وأشياء أخرى.